Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبيبي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي. يلا نكمل السلسلة بتاعتنا بتاعت المراجعة اللي قبل دخول المنهج إن شاء الله واللي بدأناها بقالنا 3 حلقات ودي الحلقة الرابعة. وفي الحلقة دي شكل ما قلنا الحلقة اللي فاتت إن إحنا هنتكلم إزاي أنفي الجمل اللي فيها verb to have والجمل اللي ما فيهاش فعل مساعد خالص. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الجمل اللي فيها verb to be والأفعال الناقصة وكمان الجمل اللي فيها verb to do كفعل أساسي. وطبعا بشكر كل الناس اللي اتفاعلت معنا وحلت الأسئلة بتاعتها في الكومنتس. النهاردة إن شاء الله شكل موعدناكم هنتكلم عن verb to have وكمان الجمل اللي ما فيهاش أفعال مساعدة خالص وإزاي أقدر أنفيها بدون ما أعرف زمن الجملة دي إيه. So let's get started. تعالوا نبدأ بالجمل اللي هلاقي فيها verb to have وقلنا دي ليها تعامل غير الباقي. الجمل اللي فيها verb to have هلاقي ان verb to have جاي اما فعل اساسي، احنا قلنا قبل كده يعني ايه main verb، يعني هلاقي verb to have جاي لوحده في الجملة ما معهوش افعال تانية، يعني ما وراهوش اي فعل اخر، هو واقف لوحده في الجملة. او ان انا هلاقي verb to have جاي كفعل مساعد فبالتالي هيبقى ليه تعامل برضو في النفي. For example، على سبيل المثال تعال نشوف الجملتين دول. I have a car and I have got a car. لو انا سألتك ايه الفرق بين الجملتين هتقول لي الجملة الاولى have جاي فعل لوحده ما فيش وراء اي فعل تاني فبالتالي بقول عليه هنا main verb فعل اساسي. اما تحت هلاقي ان have جاي وراها كلمة got فعل اخر فبالتالي have هنا فعل مساعد. طيب يا ترى لما يكون verb to have جاي كفعل مساعد وجاي كفعل اساسي هل التعامل في النفي هيبقى واحد؟ قال لي لا طبعا. تعال بسرعة ركز معايا وخلي بالك من الكلمتين اللي انا هقولهم دول. قال لي اذا كان verb to have جاي كفعل مساعد، يعني ايه فعل مساعد؟ يعني جاي وراه فعل تاني، هقول لك حط وراه not وخلاص ما تعملش اي حاجة تانية، يبقى انت كده نفيت الجملة. For example على سبيل المثال when I say I have got a car، انا عندي سيارة، لما اجي اقول لك حول الجملة دي للنفي هتشوف verb to have هلاقي have، طب جاي وراه فعل تاني؟ قال لي ايوه got، فبالتالي لازم احط وراه هنا not وتبقى I haven't got a car. I haven't got a car. مثال اخر when I say she has played the game، she has played the game، لما اجي اقول لك يا ترى has هنا فعل مساعد ولا فعل اساسي؟ هتقول لي فعل مساعد. ليه فعل مساعد؟ هتقول لي لان جاي وراه فعل اخر وهو played، فاذا النفي بتاعها هيكون hasn't، فاذا هقول she hasn't played the game. She hasn't played the game. طيب المثال الثالث when I say he had watched the film، he had watched the film يعني هو شاهد الفيلم، لما اجي اقول لك يا ترى had هنا فعل مساعد ولا فعل اساسي؟ هتقول لي لا had هنا فعل مساعد، اللي عرفك هتقول لي لان جاي وراه watched، watched ده فعل. طيب اذا لما اجي انفي كل اللي انا عامله احط ورا had not فتبقى he hadn't watched the film، he hadn't watched the film. يبقى اذا لقيت verb to have جاي كفعل مساعد يعني جاي وراه فعل تاني وعايز انفي اي جمله فيها verb to have كفعل مساعد بحط وراه not وخلاص ويبقى انا كده نفيت الجمله. طيب النوع الثاني هو ان انا هلاقي verb to have مش جاي وراه فعل يعني هو اللي موجود كفعل اساسي في الجمله. For example على سبيل المثال I have a car. She has lunch at 7. She had a meal at the restaurant. لما اجي اقول لك انفي الجمل دي اوعى تنفي have haven't ولا has hasn't ولا had hadn't. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان have و has و had اذا ما جاش وراهم فعل يعني هم فعل اساسي قال لك النفي بتاعهم ما بيبقاش بنقط. امال النفي بتاعهم بيبقى بايه؟ قال لي بحط قبلهم don't or doesn't or didn't. طب بحط اي واحدة كده؟ قال لي لا طبعا، اذا كان الفعل الاساسي بتاعي هو have فانا بحط don't، اذا كان الفعل الاساسي بتاعي هو has فانا بحط doesn't بس برجع has لhave، واذا كان الفعل الاساسي بتاعي هو had فانا بحط didn't وبعدين قال لي برجع الفعل ده لhave، لان don't doesn't didn't دايما في النفي بيجي وراهم مصدر الفعل. فبالتالي لما اجي انفي الجملة الاولى وهي I have a car، قال لي لما اجي انفي الجملة دي هتبقى I don't have a car.
I don't have a car يعني أنا ما عنديش سيارة. طب ليه ما قلتش I haven't؟ هقوله لأن have مش جاي وراها فعل أساسي، يعني have نفسها هي الفعل الأساسي، فبالتالي النفي بتاعها بيبقى don't have. أما بالنسبة للجملة الثانية وهي she has lunch at 7. طيب الجملة دي هلاقي إن has جاية كفعل أساسي، يعني مش جاي وراها فعل تاني، فبالتالي النفي بتاعها ما يكونش hasn't، أمال النفي بتاعها هيكون doesn't have، فبالتالي هقول he doesn't have lunch at 7. He doesn't have lunch at 7. طيب أما بالنسبة للجملة الثالثة وهي she had a meal at the restaurant. She had a meal at the restaurant. لما أجي أنفي الجملة دي طبعا ما ينفعش أقول هنا had، هتبقى hadn't. لما يسألني ليه هقول له لأن had مش جاي وراها فعل أساسي، ده هي نفسها الفعل الأساسي، فبالتالي النفي بتاعها هيكون didn't have. Didn't have، فبالتالي الجملة دي النفي بتاعها هيكون she didn't have a meal at the restaurant. She didn't have a meal at the restaurant. يبقى اذا لما الاقي verb to have في الجمله واقول لي انفي الجمله دي هقول له استنى انا هقف شويه. ليه؟ قال لي لان انا هشوف هل have وhas وhad هنا فعل اساسي ولا فعل مساعد. طب ايه اللي هيعرفني؟ قال لي اللي وراها، لو لقيت وراها فعل يبقى هنا فعل مساعد، وبالتالي احط وراها not وانا مغمض، مش هعمل اي حاجه تانية، وبكده انا بقى نفيت الجمله. اما لو ما لقيتش وراهم فعل يعني هم الفعل الاساسي، قال لي لا، قال لي يبقى have هنفيها ب don't have، وhas هنفيها ب doesn't have، وhad هنفيها ب didn't have. ليه؟ لان don't doesn't و didn't دايما اللي جاي وراهم هو مصدر الفعل، ومصدر have وhas وhad هو have. أما النوع الأخير من الجمل معانا في النفي هي الجمل اللي أنا أصلا مش هلاقي فيها فعل مساعد خالص، يعني مش هشوف فيها verb to be ولا verb to do ولا verb to have ولا modal verbs، ودي طبعا ليها تعامل لوحدها. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ قال لي أول ما الاقي أي جملة ما فيهاش فعل مساعد من اللي احنا حافظينهم، عشان كده بقولك لازم أحفظ الفعل المساعد شكل اسمي بالظبط. ليه؟ عشان لما احتاج الفعل المساعد أو أسأل نفسي يا ترى فين هو الفعل المساعد اللي أنا هنفيه، قال لي لازم أكون عارف، ما اقعدش أدور يا ترى هو فين حتى، أنا عارف إن الفعل المساعد لو جه هيجي بعد الفاعل وقبل الفعل الأساسي. قال لي بقى إن الجمل اللي ما فيهاش فعل مساعد خالص لما أجي أنفيها قال لي بروح اجيب don't و doesn't و didn't. ليه؟ قال لي لان اي جملة ما فيهاش فعل مساعد هيكون الفعل بتاعها في حالة من التلاتة دول، يا اما مصدر، يا اما فعل plus s or es، يا اما past ماضي. تاني اذا ما كانش فيه فعل مساعد من اللي احنا حافظينهم في الجملة، قال لي هلاقي فعل الجملة في حالة من التلاتة دول، يا اما مصدر، يا اما الverb plus s or es الفعل مضاف له s او es، أو إن الفعل هيكون in the past في الماضي. هما دول التلات أحوال اللي أنا هلاقي فيهم الفعل بتاع الجملة ما معهوش فعل مساعد، وبالتالي لما أجي أنفي الأفعال دي النفي بتاعهم هيكون ب don't or doesn't or didn't. يبقى يا جماعة لازم أسلم بحاجة، إن أنا لو حبيت أنفي أي جملة ما فيهاش فعل مساعد إذا ما قداميش غير don't و doesn't و didn't، ما ينفعش أجيب أي فعل مساعد تاني غير دول. تاني يا جماعة، إذا كان الجملة ما فيهاش فعل مساعد يبقى إذا أنا هجيب don't or doesn't أو didn't، مش هجيب أي فعل مساعد آخر. طيب يا ترى أنا هجيب don't و doesn't و didn't في أي جملة؟ قال لي لا طبعا، شكل ما قلت لك دلوقتي ان انا لو ما لقيتش فعل مساعد هلاقي يا اما الفعل في المصدر، يا اما الفعل في اس اور اي اس، يا اما هلاقي الفعل في الماضي، وبالتالي قال لي انا مش اي حاجه كده هجيبها. امال؟ قال لي لو لقيت الفعل في المصدر يبقى النفي بتاعي هيكون بدونت، لو لقيت الفعل بتاعي في اس اور اي اس يبقى النفي بتاعي بدزنت، اما لو لقيت الفعل بتاعي في الماضي فالنفي بتاعي هيكون بديدنت، وفي الحاله دي لازم ارجع الفعل الاساسي بتاعي لمصدره، لان شكل ما اتفقنا don't و doesn't و didn't مش ممكن يجي وراهم الا مصدر الفعل. فلما يجي يقول لي في المثال ده I watch TV every day. I watch TV every day. لو انا سالتك هنا يا ترى فين الفعل المساعد؟ طبعا هتلاقي الناس اللي حفظت وعرفت يعني ايه فعل مساعد وفعل اساسي هتقول لي يا مستر ما فيش اي فعل مساعد من اللي احنا حافظينهم في الجمله دي، يعني ما فيش verb to be ولا verb to do ولا verb to have ولا modal verbs.
عشان اقول ان الجمله دي فيها فعل مساعد. الفعل بتاعي هو واتش وده فعل واحد بس، فبالتالي هيقول لي مفيش فعل مساعد. طيب قلت طالما مفيش فعل مساعد يبقى انا في النفي برجع لثلاثه: dont, doesn't, didn't. طب يا ترى هجيب اني واحده من الثلاثه؟ هقول لك بص للفعل بتاعي ده، هتلاقيه كلمه watch، ده فعل في المصدر، فبالتالي لازم اجيب dont، فبالتالي النفي بتاع الجمله دي هتبقى I don't watch TV every day. I don't watch TV every day. احنا قلنا يا جماعة النفي بيجي قبل الفعل الاساسي، يعني ما ينفعش اقول I watch don't TV، لا لازم اقول I don't watch TV. Another example: when I say she plays well. She plays well يعني هي بتلعب بشكل جيد. لما اجي اقول لك فين الفعل المساعد هنا، طبعا الناس اللي حفظت خلاص هقول له ما فيش فعل مساعد، ما فيش اي واحد من الاربعة اللي احنا حفظناهم. طيب يبقى لازم اشوف الفعل بتاعي شكله عامل ازاي، اللي هلاقيه فيه اس، فبالتالي النفي بتاعه هيكون doesn't، وهرجع الفعل ده لاصله يعني هشيل منه الاس، فبالتالي هقول she doesn't play well. She doesn't play well، وده النوع الثاني. اما النوع الثالث لما يجي يقول لي he studied hard. He studied hard يعني هو ذاكر بجد. لما اجي اقول لك انفي الجمله دي ويا ترى فين هو الفعل المساعد، هتقول لي ان مفيش فعل مساعد عندي في الجمله. ليه يا سيدي؟ هتقول لي ما انا حافظ الافعال المساعده: verb to be, verb to do, verb to have and modal verbs. فاذا مفيش عندي فعل مساعد. ولما اجي اقول لك he studied hard، الفعل ده في زمن ايه؟ هتقول لي ان الفعل ده في زمن الماضي، فبالتالي النفي بتاعه هيكون didn't، فيبقى النفي بتاعي he didn't study hard. ولاحظ طالما جبت didn't يبقى لازم الفعل بتاعي يرجع لمصدره: he didn't study hard. He didn't study hard. يبقى اذا ما لقيتش فعل مساعد في الجمله فانا بحتاج انفي بواحد من الثلاثه دول: don't or doesn't or didn't، وبالتالي لازم ارجع الفعل بتاعي لمصدره. يبقى هنلخص الكلام اللي احنا قلناه النهارده: ان verb to have اذا كان فعل مساعد بحط وراه not، اذا ما كانش فعل مساعد يعني فعل اساسي بنفيه بdon't وdoesn't وdidn't وارجع كله لhave. اما اذا ما لقيتش في الجمله فعل مساعد فهلاقي الفعل في حاله من الثلاثه دول: يا مصدر، يا فعل في اس اور اي اس، يا فعل في الماضي، فبالتالي النفي بتاعي هيكون بdon't or doesn't or didn't، والفعل بتاعي بيرجع لي مصدره. ودلوقتي هيجي وقت الاسئله اللي انت بتحلها لي في الكومنتس. تعال نشوف اول سؤال معايا: يا ترى هنفي الجمل دي ازاي؟ نمبر 1: he has a red car. He has a red car. نمبر 2: I have watched the film. I have watched the film. Number 3: he likes meat. He likes meat. Number 4: I wash the car every day. I wash the car every day. Number 5: they visited England last year. They visited England last year. طبعا المطلوب منك انك هتنفي لي الخمس جمل دول في الكومنتس. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس بتاع النهارده. Thank you very much for watching. Don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.